وصلت الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية اجتماعاتها التشاورية اليوم مع وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية الشمال بشأن مناقشة القضايا المتبقية. وقال رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك إن هذه الاجتماعات تهدف لتقريب وجهات النظر بين الوفدين المفاوضين بشأن النقاط الخلافية، مبينا اتفاق الطرفين حول بعض القضايا وتباين المواقف بشأن قضايا أخرى، ومؤكدا التزام طرفي العملية السلمية بخيار السلام باعتباره قضية محورية للمواطن السوداني.